والحكومة البدلية. استعجلت غرفة الباصات السفرية عمليات إصلاح الجزء المتأثر من طريق الصادرات برا جبرة الشيخ نتيجة لسيول بولاية شمال كردفان. وأكد الأمين العام لغرفة الباصات السفرية خالد حسين في تصريح لوكالة السودان للأنباء أهمية الطريق في انسياب حركة الصادرات من الولايات الغربية إلى الموانئ المختلفة، بجانب انسياب حركة المركبات العامة والخاصة من وإلى العاصمة القومية وولايات كردفان ودارفور. وأوضح أن الغرفة كانت أول جهة قامت بإخطار المسؤولين بالعاصمة وولاية شمال كردفان بخروج الطريق عن دائرة الخدمة نتيجة لتأثره بهذه السيول، مما أدى إلى إعاقة حركة المركبات المختلفة العابرة للطريق والتي تحمل السلع والركاب. وأشار إلى أن العمل الهندسي جار الآن لإصلاح الجزء المتأثر من الطريق جراء السيول عقب وصول كافة الآليات المتعلقة بإصلاح الطريق إلى الموقع.